مرحبا بكم من جديد مشاهدينا ومتواصلين وياكم في فقرتنا المتنوعة، وهذه المرة سنتطرق في تربية الأطفال التي تعد من أبرز الاهتمامات للآباء والتي تستلزم معرفة كاملة لطرق التعامل مع الطفل في كل الظروف وفي جميع المواقف اللي تتراوح بين الشدة والجدية واللين والدلال. أكيد محمد، للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا نحن نستضيف الدكتورة ياسمين الخالدي، استشاري أسري ونفسي. حياك الله معنا في دبي اليوم دكتورة. يا صباح الورد وعطرة ولونه على عيونكم، صباح الإيجابية والسعادة. تسلمين، صوتك مليء طبعا بالإيجابية. في البداية دكتورة، إذا تحكينا عن طرق تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطفل بشكل عام. طبعا من المواضع أن أحييكم وأبارك وأشد على أيديكم على اختيار هذا الموضوع الجميل والمهم في هذا الوقت الراهن، وهي بداية العطلة الصيفية. الحقيقة الصناعة الأمتع والصناعة الأصعب هي صناعة الأبناء. لا شك أن موضوع وسؤال هام ينطرح على الآباء والأمهات وكل أولياء الأمور، ماذا نفعل بأولادنا وأين نذهب بأولادنا وكيف نستثمر طاقات أولادنا في بداية العطلة الصيفية، وكيف نملأ هذا الوقت لا وتتعرفين في واقع 24 ساعة بواقع شهرين، يعني بواقع 1440 ساعة إلى 1500 ساعة. فهذا الوقت والفراغ الهائل كيف يستطيع الأهل ملء هذا الفراغ واستغلال هذه الطاقات وتطوير السلوكيات السوية والسلوكيات الإيجابية وتطوير الأداء بالنسبة للأبناء. الحقيقة بعض الأمهات والآباء هم موظفين، وخصوصا أيام الدراسة كان هناك بالنسبة للأبناء هناك يعني له ومذاكرة والاستيقاظ مبكرا. الآن قد انتهت الدراسة الحمد لله وبدأ هذا الكم الهائل من ساعات الفراغ، فكيف يمكن للآباء استغلال هذا الوقت الفراغ وذلك عن طريق تشجيع الأبناء في الانخراط في الأعمال والأنشطة البدنية والحركية والرياضية والعلمية والثقافية والفكرية عن طريق مداومة والدوام على مثلا الدورات العلمية، الدورات الفنية، الدورات الثقافية، قراءة الكتب، قراءة القصص، المداومة أحبتي أو أخواني أخواتي على تعلم تلاوة القرآن الكريم، كتاب الله العزيز الكريم، وتلاوة التجويد والتدبر في المعاني والتدبر في الكلمات وتعلم السكون والحركات والإدغام وكل معنى تدل عليه هذه الآية الكريمة. ولأنه دين الإسلام حث علينا نحن كآباء هذه الأمانة، هي أمانة أولادنا، أنه ندفعهم إلى تعلم القيم والعادات وأسس وثوابت الدين الإسلامي الحنيف. طيب هناك أكيد يعني نوع من أنواع المكافآت اللي دائما يقدمونها أولياء الأمور لأبنائهم أو الآباء لأبنائهم، ما هي المكافآت الصحيحة اللي لابد أنها تقدم للأطفال؟ من بعض هذه المكافآت تشجيعهم عن طريق منحهم الحوافز، مثلا مساعدة تشجيع الأبناء وضع جدول يومي أو قد يكون أسبوعي بمساعدتنا إحنا الآباء بمساعدة وبالاتفاق مع أبنائنا، عمل أنشطة ومساعدة الأم في أعمال منزلية، مثلا تصليح الأشياء القديمة والبالية في المنزل، مساعدة الأخ الكبير لأختي الصغيرة أو أخوات الصغيرة. أيضا هناك كنز ثمين أخواني أخواتي قد يغفل عنه البعض، وهي إعادة تدوير الأشياء القديمة في المنزل، مثل بعض الألبسة، بعض الأثاث، بعض الأشياء المتروكة. هذا كله ننمي قدراتهم ونطور من إمكانياتهم وبما ينفعهم بالمستقبل والاستفادة من أنشطة بما ينفعهم بالمستقبل. عندما يكون هذا الترابط وهذا التشجيع من الآباء وتحفيزهم بالهدايا، تحفيزهم بالمكافآت، التحفيز والتعزيز اللفظي، أحسن، شاطر، ما شاء الله، أنا أعتمد عليك، أنت مبدع، أنت بطل، أنت رجل المستقبل، هذه كلها المحفزات والمعززات
تنمي من شخصية الطفل وتزيد من تقديره لذاته وتقديره لنفسه، فتحسن الصورة الذهنية لهذا الطفل لنفسه، وبالتالي تنعكس هذه الثقة وهذه الصورة الذهنية الجميلة في تعامله مع أخوته، وبالتالي تعاونه مع أسرة باقي أفراد الأسرة، وبالتالي انعكاس هذه الصورة الإيجابية في مجتمعه. دكتورة، إذا جينا نتكلم عن المكافآت، إذا بنتكلم عن المكافآت المادية ما المقصود بها؟ وإذا كنا نتكلم عن المعنوية كيف ممكن نصفها؟ إذا تعطينا أمثلة. يعني مثلا المكافآت المادية، مثلا أنا نتيجة عمل وإشراك في عمل معين، في نشاط معين، يكافئ الأب مصروف، يعطيه مصروف، يعطي هذا الابن أو الابنة مصروف، ويوجهه أين يصرف هذا المصروف، في ما هي الأشياء المفيدة. مثلا يريد الابن يشترك في لعبة معينة، في نادي رياضي، في قراءة، يرغب في شراء واقتناء قصة معينة، قراءة كتاب. أيضا هذا كله هو منين أخذ هذا؟ من نتيجة عمله وأنشطته ومساهمته في مساعدة الأخوة ومساهمته في الأسرة وإتقانه لعمل معين، جاء نتيجة هذا هو مكافأة الأم والأب لهذا الإبن بإعطاء مصروفه، وبالتالي هذا الإبن هو لديه رغبة في اقتناء كتاب، في اقتناء قصة، في المشاركة في السباحة مثلا، في مشاركة في نادي رياضي جيم، فهو يكون حصل أنه قيمة مادية نتيجة تعبه، وهذا كله يعزز من بناء شخصيته بالمستقبل كعضو عامل وكعضو يشعر بالمسؤولية. يعني من يأخذ هو المصروف المادي نتيجة تعبه، هذا يشعر بثقة أنه أنجز، وهذا كله يساهم في تطوير شخصيته ونظرته وتعزيزه لقيمة وأهمية العمل في المستقبل. القيمة المعنوية، المكافأة المعنوية، وهي المكافأة اللفظية بتشجيعه، يعني إطلاق العبارات اللطيفة الجميلة التشجيعية، الافتخار بتقديره، احترامه، إبراز يعني مكانته أمام أخوته وأمام الأسرة بإبراز وذكر الأشياء والأعمال اللي قدمها الأخوته ومساعدته الآخرين وإطراء أمام الآخرين. هاي كلها قيم تعزز من مكانته ونظرة هذا الإبن أو الإبنة لنفسها أنه هو عضو فعال، أنا أشارك إذا أنا موجود. طيب سؤال أخير، ما مدى أهمية تعزيز السلوك الإيجابي للطفل؟ أولا يخرج هذا الطفل محب لأبوي، محب لأسرته، طفل متعاون وإيجابي، يمتلك السلوك القويم والنظرة الإيجابية لنفسه، وبالتالي تنعكس هذه النظرة والصورة الذهنية في محبته وتواصله مع أخوانه، وبالتالي في سلوكياته وتعاونه مع الآخر، فيصبح طفل مبادر، طفل متعاون، طفل ذو بصمة إيجابية، سواء بصمة باليد أو بالعمل أو بصمة في اللسان. اللسان أحيانا الكلمة الطيبة هي صدقة وتبقى تتذاكر لأمد طويل، فهذا يكون متعاون مشارك، هو متحمل للمسؤولية، مقدر لجهوده وجهود الآخرين. وفي كل الأحوال أحبتي لابد من استغلال الوقت، فالوقت إما يكون عدو أو صديق للإنسان، والإنسان محاسب على كل ثانية في عمره إذا لم يستغلها بما يفيده في دنياه وآخرته. ولهذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتورة، بس للتذكير، قلتي لي بس في بداية حديثنا كم ساعة بيقضيها الطفل فراغ في المنزل مع بداية الصيف؟ تذكرينا بالرقم؟ الرقم إذا لم يستثمر ولا لم يستغل ولم يعمل الآباء على استثمار وتطوير ودفع هذا الابن، هناك رقم بواقع شهرين، احنا العطلة شهرين 24 يوم، اضربيها في 60 مدة شهرين، يطلع 400 إلى 1440، قولي إلى 1500 ساعة. طيب 1440، 1500 ساعة، 2000 ساعة، إذا لم يستغل
هنا سوف تتدنى قدرات هذا الطفل المعرفية والفكرية ويلجأ للأسف إلى شغل هذا الوقت الفراغ الهائل الذي لم يستغل بطريقة صحيحة إلى الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الإدمان على الألعاب وغيرها من الأشياء اللي ممكن تشغل وقته بدون إفادة. الدكتورة ياسمين الخالدي استشاري أسري ونفسي، شكرا لك.